ومعنا ايضا على الهاتف الاستاذ مصعب امين المتحدث باسم تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بك يا استاذ مصعب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. كنا لسه بنتكلم مع الاستاذ كريم عن النسخه الثالثه. بالتاكيد تم تنفيذ توصيات النسخه الاولى والثانيه، وعايزين نعرف من حضرتك ما هو الجديد فيما يتعلق بالنسخه الثالثه من منتدى شباب العالم. طيب، بداية يمكن كما اعتدنا ان خلاص بقى فكرة منتدى شباب العالم بقى جزء من المجتمع الشبابي والسياسي الدولي، بيشهد المنتدى من وقت للتاني حالة من الاقبال الشبابي من مختلف دول العالم. نقدر نقول ان الشباب بدأ بيصنع حالة من الاقبال الثقافي على مصر، فرصة بتكون متاحة للشباب بحضور كافة صناع القرار من مختلف المجالات، سواء كان على مستوى رئاسي او مستوى حكومي. الشباب بيطرح فيه وجهات نظره بيتناقش فيها، سواء كان مع الشباب او حتى مع مستوى المسؤولين من مختلف دول العالم. طيب، يعني القضايا الموجودة هذه المرة أيضا أستاذ مصعب هي قضايا كبيرة: الأمن الغذائي، البيئة، المناخ، الذكاء الاصطناعي، الاتحاد من أجل المتوسط، تمكين المرأة وغيرها. يعني برأيك أهمية وجود شباب من مختلف أنحاء العالم لكي يتحدثوا في هذه القضايا، ما الذي يضيف ذلك إلى حلول لهذه القضايا؟ هي الأهمية كلها منطلقة من فكرة أن سواء كان هذه القضايا او قضايا اخرى سوف يتم الاعلان عنها من خلال اجنده المنتدى، انها قضايا بتقع في صلب المساحات المشتركه ما بين الشباب من مختلف دول العالم، فبتمثل الاجنده. وبالمناسبه اجنده دول العالم، احنا كنا قلنا الفتره اللي فاتت ان اللجنه المنظمه رفعت من مستوى طموحات الشباب وتطلعاته في الاجنده. لا شك ان القضايا اللي تم الاعلان عنها حتى الان بتحقق جزء كبير جدا من تطلعات الشباب، بتواكب القضايا اللي تموت شباب زي ما قلت لحضرتك، الاتحاد من اجل المتوسط. أيوة. قضايا الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المختلفه. شكرا جزيلا لك استاذ مصعب امين المتحدث باسم تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.